يكتب منها ركله ركنيه. خلاص طبعا الثلاث دقائق انتهت وكره ملعوبه عاليه تنحط بالراس. جول جول الله جول 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 التعادل التعادل. خلاص 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 البحرين تأهلت البحرين تأهلت لملاقاة نيوزيلندا. مبروك مبروك. اعذرني يا الأحمر اعذرني يا الأحمر. هدف هذا القاتل هذا القاتل. هذه رصاصة الرحمة. منتخبنا يطلق رصاصة الرحمة. منتخبنا يطلق رصاصة الرحمة للمنتخب السعودي ومنتخبنا يتأهل. مبروك لمنتخبنا مبروك لمنتخبنا. الله مباراة مجنونة مباراة مجنونة مباراة مجنونة. منتخبنا يتأهل منتخبنا يتأهل. برافو برافو. الله الله الله. ما عندي شيء أقوله ما عندي شيء أقوله. اثنين 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 اثنين. منتخبنا خلاص حسمها. منتخبنا خلاص حسمها. صفر صفر يا حكم صفر. خلاص خلاص. منتخبنا يتأهل لملاقاة نيوزيلندا. منتخبنا يتأهل لملاقاة نيوزيلندا. لا يسمع الحياة لا يسمع الحياة. منتخبنا يا جماعة يستاهل. منتخبنا يستاهل. الله الدمع دمعي الدمع دمعي والعيون عيوني. الدمع دمعي والعيون عيوني. وما عليكم من بكاء جفوني. منتخبنا يتأهل منتخبنا يتأهل منتخبنا يتأهل في وقت صعب. شعر كلها اليوم مع الأحمر. مبروك مبروك لكل بحريني. مبروك بهذا الشهر الفضيل. الله ما خيبنا الله ما خيبنا. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اليوم سلاحنا البكاء اليوم سلاحنا البكاء. العيون تدمع العيون تدمع والقلب اليوم يحزن فعلا. ولكن حزننا اليوم على شنو؟ اليوم فرحتنا كبيرة فرحتنا عارمة بانتصار منتخبنا بالتعادل الإيجابي للأحمر البحريني في الرمق الأخير في اللحظات الأخيرة. عزيزي لا تقطعني. خلني أعبر عن شعوري. خلني أعبر عن شارع عن, 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 عن الوسط الرياضي عن كل بحريني. ومبروك لي ملكنا مبروك لي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى سيدي. اليوم أبنائك كانوا عند حسن المسؤولية. إذا تسمعني سيدي هذه رسالة أبعثها عبر قناة البحرين الرياضية نيابة عن وزارة الإعلام. أبعثها لي جلالتكم. أقول بأن اللعيبة اليوم شوفوا استووا شوفوا استووا. شوف الحب شوف الولاء شوف العشق شوف شوف الانتماء للوطن استوى. هذا عهدنا هذا عهدنا باللعيبة. مبروك لصاحب الجلالة مبروك لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر مبروك لصاحب سمو ولي العهد الأمين. ومبروك لكم انتوا مبروك لكم انتوا يا الأحبة مشاهدينا أعزائنا. اليوم الأحمر سوى الهوايل. اليوم الأحمر سوى وش أقول لك. إذا قلت لك كم المعارك هي شوية فعلا. اليوم رغم أن احنا نلعب في رمضان ورغم أن الصيام في بعض الأحيان يأثر لكن لعبتنا يا سلام على هذه الروح القتالية. وين خاشين هذا المستوى؟ وين خاشين هذه الروح؟ الله كاتبها لنا يا جماعة. يا جماعة الواحد يصلي ركعتين شكر. الواحد اليوم يصلي ركعتين شكر للوطن. الواحد يصلي ركعتين شكر للوطن. والآن طبعا أنتقل بالصوت والصورة إلى المملكة العربية السعودية وإلى الزميل فواز العبد الله. إلى اللقاء.